الاجتماعي والاقصى تميزا. هل هيبقى في تفاصيل جديده خاصه بكل الشروط عشان يقدر احنا بس نشوف بس يعني في ناس كتير احنا لينا في القرعات السابقه ان في بعض الناس بعد ما بتكسب ما بتستكملش وان احنا بنبقى عملنا التكميليه، ولكن احنا النهارده قلنا من دي مده عايزين نشوف في الاخر مين اللي المتوقع عشان يبقى المتوقع ده كله لو هنعمل مرحله تكميليه هنقدمه نفتحه للناس كلها. طبعا ساعه التمرين يعني كل وقت احنا عندنا لوائحنا وقوانيننا اللي هي بتتكلم على ان احنا لازم نراجع السعر والحاجات دي كلها، لو فاتت مده معينه لازم نراجع الاسعار، لو ما فاتتش مده يبقى بنفس السعر ونفس الحاجات دي كلها. فاحنا بس في مرحله دلوقتي يمكن اخر الشهاده هيتم قفل يعني كنا مدينا الحجز او دفع الدفعات المقدمه للاراضي هيبان في اخر الشهر ان كان في عدد لسه ما تقدمش عشان نعرف ايه اللي هيتلغي وايه اللي مكمل معانا عشان نقدر طب بالنسبه لرئيس لدار مصر المرحله الثالثه دي هتنزل امتى؟ ان شاء الله بس احنا شغالين في التنفيذ، يمكن عندنا مراحل كتير قوي في التنفيذ في بعض المدن عندنا 60-70%. احنا قلنا من الاول ان احنا في الربع الاول هينزل يا ريس فيها هينزل قد كم شقه فيها؟ احنا شغالين دلوقتي عندنا حوالي يمكن نختار من 18-19,000 وحده شغالين فيه في كل المراحل جميع المدن في جميع المدن. يعني هنزل ست الوزير وجه ان احنا نزود الاعداد في مناطق اخرى، لكن احنا قلنا مش هنبتدي نعلن عن المرحله الثالثه الا لما يكون في يعني استلامات في المرحله الاولى والثانيه ان حصل بعض التاخير، والحمد لله النهارده بقى في وحدات متاحه للاستلام وبنسلم كل يوم عدد فيها، فعايزين بس نتاكد ونطمن الناس ان احنا التاخير اللي حصل قدرنا نستوعبه بعد الموضوع التعاون. طب والسعر يا ريس؟ السعر هيبقى يعلى عن اللي فات؟ السعر طبعا هيبقى في تعديل لان اللي فات ده كله كان قبل تعاون عمله، لكن في برضه هيبقى في متناول الناس او التكلفه زي ما احنا عملنا في كل مرحله، لان برضه مش الهدف ان احنا نكسب على قد ما الهدف ان احنا نوفر سكن ملائم طبقا للدستور لاي واحد من طب نزل يا ريس؟ احنا الحمد لله النهارده يمكن لو بنتكلم عن المرحله الاولى احنا المرحله الاولى تقريبا يعني استلمنا الوحدات المتاحه قرابه من 50% وبنسلم يوميا للمواطنين في كل المدن، يمكن استلم عندنا دلوقتي يقترب من 2200 ساكن استلموا فعليا وشغالين بقى لان في بعضهم زي ما انتم عارفين كان في حاجات بالتمويل العقاري وفي حاجات مع الهيئه فبالاجراءات حسب الاجراءات، لكن الوحدات الحمد لله النهارده كل يوم بنستلم عدد جديد وبنتيح للمواطنين اللي استلموا على طول. الثانيه نفس الحكايه واخده تبعي احنا حتى نبتدي ان شاء الله ربنا كرمنا من شهر 6 فاحنا مركزين في الاولى بحيث ان احنا ننتهي منها بتسليماتها عشان نبتدي نسلم في المرحله الثانيه ان شاء الله. طب الرئيس بالنسبه لدار مصر كان في مشكله لموضوع السماسره والبيع الشقق، عارف الوزاره طلعت قرار انها تعمل لو حد عايز مثلا يبيع الشقه هي من خلال الوزاره، كان الكلام ده مظبوط؟ لا هي مظبوط حضرتك، هو القرار بيقول ان احنا عشان يبقى تنازل احنا ما بنتيحش التنازل ولكن عشان القانونيه ونعرف مين بتاع قلنا اي حد بيبيع الشقه بتاعته لاي حد اخر يجي الوزاره يسجل هذا التنازل اللي هو متنازل ويدفع الرسوم المقرره، عشان انا فرضي في الاخر عايز اعرف مين متملك هذه الوحده، مين هو ملك هذه الوحده، لكن يعني اعتقد الموضوع ده. طب والفردين اللي خدوا يا ريس كده ما ياخدوش يخلص كده صح؟ نعم. اللي هو خد اللي هو اتنازل واللي خد الوحده. لا ده لسه هنشوفها قانونا بقى نديله ولا لا، لان هو طالما اتنازل عنها يبقى هو لسه محتاج ليها في التاني. ما ينفعش يقدم تاني ياخد تاني. في الغالب ده هيبقى التوجه للكلام ده. في تصريح لحضرتك بالنسبه لسكن مصر ده هيبقى في مرحله تكميليه. هل المرحله التكميليه تكون على اللي قدمه بالفعل في المرحله الاولى ولا التكميليه بنقول بيقدموا اللي حابب يسيب مقدمه، ولكن احنا لغايه دلوقتي لسه ما عملناش رسم جديد ان احنا برضه بنشوف ما هو المتبقي، هل هو يستحق مرحله تكميليه ولا العدد ما مش كده. في دار مصر عملنا مرحله تكميليه كان في عدد مش قليل بالنسبه للارضي والاخير فتحناه للناس، لكن سكن مصر لسه لحد الان ما راحش العدد النهائي اللي هو هيبقى موجود عشان نقدر نقول رسمي في تكميليه ولا ما فيش. لو في تكميليه يبقى الناس اللي خسرت ليها نفس الناس.